من المتعارف في العمل أن هناك قوانين لمعاقبة الموظفين عند ارتكابهم لمخالفات أو تقصير كتوجيه إنذارات لهم أو خصم نسبة من راتبهم الشهري أو عدم الترقية أو أحيانا حتى الفصل، أنا لا سامح الله. ولكن هذه المرة كان الأمر مختلفا في الصين، حيث قامت شركة بعقاب موظفيها الذين أخفقوا في تحقيق المبيعات المستهدفة للشركة بشرب البول وأكل الصراصير والجلد لبعضهم البعض بالحزام. وسائل العقاب في هذه الشركة التي تظهر في هذه في هذا الفيديو، بحسب صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، حكمت محكمة على 3 مدراء بالسجن من 5 إلى 10 أيام. وذكرت تقارير أن الشركة عجزت عن دفع رواتب الموظفين الذين كانوا خائفين من التحدث عما يحصل أو عما حصل لهم. الأمر هذا خلق جدلا كبيرا. كتب سوميش كومر يقول: هل هذا صحيح؟ إذن إنها حقيقة قاسية للقوة الصناعية العظمى في الصين، جعل العمال الصينيين ضعفاء يشربون البول ويأكلون الحشرات. موقع انديا كوم عبر عن أسفه، يقول: ما كان أكثر صدمة هو أنه على الرغم من العقوبات القاسية اختار العديد من العمال العمل مع هذه الشركة، إلا أن العمال قبلوا ذلك كدليل على مصيرهم السيء. لكن تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تدل على رسائل من مدراء الشركة تحمل تهديدات للموظفين بأن ضعف الأداء سيواجه بأكل الصراصير. تقارير إعلامية صينية ذكرت أن الأمر ليس بجديد، حيث قامت شركات أخرى، دعونا نذهب إلى هذه الصورة مثلا التي تتحدث عن نفسها، بعقاب موظفيها عن طريق يعني القول لهم أو جعلهم يزحفون في طريق عام أو تقبيل صناديق القمامة كعقاب أو لتعزيز روح الفريق والكلام للشركات هذه. وذكرت تقارير سابقة أن ثمة حالات لموظفين، ماذا يفعلون هؤلاء الموظفين؟ يصفعون بعضهم البعض في حفل للشركة، وتقول الشركة أنه لتحفيزهم.